ده حضرتك كبير الشغلات. احنا جايين لحضرتك النهارده لانه احنا بنتكلم عن مهنه المذيع. نعم. وكل حلقه احنا بندور على كبير الشغلانه. نعم. صدقا استاذ مفيد، احنا شايفين اننا ممتنين انه اتعلمنا من حضرتك. انا من اباء المهنه. ده حقيقي. نعم. مش كده؟ نعم. هو بدايه مهنه الاعداد اللي بدات على ايد حضرتك، وطول الوقت الاعداد والتقديم مرتبطين ببعض. اتذكر جيدا، انت بتجيبيني لايام بعيده، لكن سبحان الله ان ربنا اداني ذاكره لم تصدأ بعد. ولهذا انا فاكر كويس قوي انه صلاح زكي كان من اشهر المذيعين الذي يقرا الاخبار. هو الذي اختارني كصحفي لبرنامج سميره الكيلاني. ايوه. واحده من يعني مقدمات الأخبار المهمات في الوطن العربي. قال لي هتقدم برنامج اسمه نص ساعة من وقتك. قلت له عبارة عن إيه يا صلاح؟ قال لي عبارة عن المواد اللي الناس هتشوفها فين البرامج، كواليس البرامج. نعم. قبل ما تتذاع. فقلت له طيب ده أنا محتاج أن أقعد مع الناس اللي هم هيقدموا البرامج دي. قال لي بمعنى، قلت له بمعنى أن إذا كان في تمثيلية اقعد مع المؤلف، اذا كان في برنامج عادي اقعد مع المذيع. بهذه العبارات البسيطه جدا قال لي الله، طب يعني انت عايز تعمل ايه؟ قلت له ما اقدرش اخش استوديو من غير اعداد. بدات كلمه الاعداد. صار الاعداد من مدرسه التلفزيون الطبيعيه. بالظبط. بدات اقعد مع الاساتذه، المخرج، المذيع،